طبعا احنا طبيعة الدوام كل يوم من الثامنة حتى الساعة الرابعة. المركز الطبي العيادات الطبية التابعة للسامز الموجود في مخيم الزعتري يتميز بتعدد العيادات الاختصاصية بالإضافة للطب العام والطوارئ والأسنان والنسائية. نستقبل اعتبارا من 8:30 المرضى بكل عيادة. يوجد أيضا عيادة العظام والجراحة الأعصاب والأسنان وقسم طوارئ وقسم مخبر وقسم أشعة. طبعا بالإضافة للصيدلية، الصيدلية كمان تتميز بتوافر أنواع أدوية كثيرة لا يوجد منها في المراكز الطبية الأخرى في مخيم الزعتري. نقوم بعلاج الكسور والرضوض وكل حالات الجراحة العظمية، وأي أي حالة تحتاج لتداخل جراحي موضعي نقوم بإجراء العملية في غرفة العمليات الصغرى.